عارف ليش انت هون؟ اي نعم. ليه؟ بدي اشتكي على اهلي، هم خلفوني. اشتغلت بموقف، اشتغلت بيع قهوة بقى متجول، واشتغلت كبيت زبالة. وأصعب شيء بالحياة لما بنتك تقلك بدي كيلو موز وما تقدر تجيبي الهيام. كربجت بالمرة، هيك بالمرة كنت أول مرة شوف العالم كلها واقفة عم بتزقف لي. شوف حياة جديدة وحبيش عيشي غير.